ما شاء الله الجدة هذه مصيبة، شاربة جرعة ون بيس ما ماتت إلى الآن فاهم، يعني ألف حلقة في ون بيس. لا هذه كذا يقول لك رقم قياسي، والله أكبر معمرة على الأرض. ما يا حبيبي حطوا هذه في الصفحة الأولى على طول، بس ناقصها عادة تسوي زراعة شعر. إيش حلاقة مدرس الرياضيات هذا بقى تسوي زراعة شعر. المهم اليوم راح نلعب جراني، ما راح نلعب اللعبة نفسها، توقع خلاص يعني الكل جاف الكل حل الأمة، لكن اليوم راح نلعب إحدى المودات حقت جراني اللي يكون فيها إحنا قاعدين نلعب بجراني نفسها فاهم. قبل شوي كنا قاعدين نصفل فيها، إحنا بعدين بنلعب فيها الحين، هنلعب بجراني ونسطر أبو اللاعب يا حبيبي. المود مرة حلو، تقدر كمان تسوي فيه أشياء مرة كثير، مو بس يعني إنك تلعب بجراني وتلاحق اللاعب، في أشياء مرة كثير نقدر نسويها زي إنه نرسب أكثر من جراني، حاجات مرة مجنونة. فخلينا ندخل على طول. أوكي دخلنا على اللعبة اللي معانا على طول. يا أخي هذه مو ناوية تموت هذه ولا عمره 90 سنة؟ خلاص موت يا بنت الحلال، أنا بموت وهي لسه عايشة. إذا بدك قبل أن نبدأ المقطع، إذا كان يعجبكم هذا النوع من المقاطع نلعب مودات جراني لأنه مليان مودات كمان عندي، فإذا تبغى هذا الشيء انزل تحت وحط لايك، خلينا نوصل هذا المقطع 5000 لايك، وبرضه كن جديد في القناة انزل تحت واشترك وفعل زر الجرس. يلا بسم الله خلينا نطول عليكم ونضغط بلاي. اوكي يلا بسم الله. طيب يبين ان اللعبه عاديه لكن هذا مود يعني فاهم. اوكي ايزي، ايوه حط ايزي على طول جبال. ما نبغى نورمال بعدين ننجح بالجماعه. اصلا انا قاعد العب بجراني كيف ما تدري ما ادري ايش قاعد. طيب يلا كونتينيو. اوكي اوه هنا يقول لك كيف تلعب كذا وقصه اللعبه وما ادري. لا قول والله بس ايوه مره يعني. هذا 4 سنوات بس ان شاء الله ما ننجح بل يشتغل الموت شباب. ها كيف الوضع؟ اوكي ليش قاعد ليش قايم من النوم يا جراني؟ لا تتعب نفسك، قول نام نام، في احلام هنا احلام سعيده كذا. لا قاعدين نلعب هذا السلتوح هذا يا رجال. ما نبغى هذا، نبغى جراني يا رجال. هذا هطف كل شوي نمسك كذا. بدل يا رجال بدل دقيقه. هنا في هنا طبعا قائمه المودات زي ما شايفين، هنا كل جراني كذا نقدر نقتلها. خلينا نقتلها على السريع. دقيقتين الان ما تقوم فاهم، مع انه انا الان بتحول لجراني فاهم كذا بموت يعني ولا ما ادري الزبده. اوكي هنا طبعا نكست بيج وهنا في جراني مود، فيب خلاص كذا صرنا جراني ما شاء الله تبارك الله. طيب اعوذ بالله. الو شباب شباب اي في جن عندك في البيت يا جراني؟ انت يساعدوك انت ولا ايه شباب؟ يعني حتى لو انت ميتة كذا عندها ناس احتياط حتى لو هي ميتة فاهم. شوف كم منسدع يا رجال بس الله. كيف حابة الارض كثير ها ما شاء الله. اي والله اختفت شباب. الو الو كيف كيف اختفت كذا؟ لا دقيقة هي تقدر تمسكني الان انا جراني ولا هي اختفت لانه انا صرت جراني؟ طب وين اللاعب؟ اجي امحط هذه كذا واحدة عصاية على وجهي يا رجال ادب والله. كذا سويت له غدا اليوم كذا وما عجبه فاهم، قاعد كذا يذم في الغدا اعطيه واحدة يا رجال كذا على راسه. هنا عندك تربية يا رجال ما في الو اوه دقيقة شباب الو هذه هي ولا هذا اللاعب؟ شباب بالله لا تخرجوا امي كذا تحطون اثنين جراني كذا شباب الله. يصير احلام العصر مرة. دقيقة دقيقة خلينا ندخل هنا، هي يمكن في الحمام هنا قاعد تسوي عملتها ولا قصدي اللاعب قاعد يدور مفاتيح كذا يبغى يهرب قال لك يعني كذا بنص الهروب اغدر فيك اعطيه واحدة كذا على الصلع ولا فاهم. فيلا بسم الله. اوكي دقيقة ما ادري ايش السالفة، هو الان متخبي يعني. مين قاعد يحط هذه الفخوخ شباب؟ ترى اقدر احط فخوخ من هنا اللي ما يعرف. ايوه هنا هنا شوف كذا هنا هذا حط فخوخ هنا فاهم، لكن ما حطيت ولا شيء فما ادري. دقيقة خلينا نكمل قدام، خلينا نرجع لاعب. يمكن هي الان اختفت لانه انا صرت لاعب، يمكن الان هي تجينا ولا شيء. قاعد اسمع صوت خطوات. دقيقة تحول جراني عليها. تعال تعال قاعد اسمع صوت هنا. اي والله هذه هي. دقيقة شباب شباب الاول ها ابلع ابلع واحدة اعطيها واحدة يرجع. اي والله فقعت راسها بعصاية البيسبول هذه. ايش قاعد تسوي هذه؟ قاعد تبوس الجدار هذا ولا؟ والله مايك يا فاهم مشتاق للجدار كثير ها ما شاء الله. ايوه ايوه يلا جراني اعطيها واحدة ثانية كذا. ايوه لا مو تضرب الهواء هنا، ما في احد هنا، في جن كذا ما نشوفه فهي كل شوي تقعد كذا تضرب في الهواء فاهم. نقدر نفتح هذا الباب يا عيال، هذا الباب حق جراني تذكر صح؟ اللي لعب اللعبة يعرف اللي هو هذا الباب ما ينفتح الا لا والله ما نقدر. طيب ايش الجراني المزور هذه والله ايش الجراني المزور هذه؟ حمل امك مو عزاز انت فنان. اوه دقيقة نقدر اوه نقدر نجمع اشياء. طيب حبيبي انت كيف ماسك اللوحة هذه وماسك العصاية؟ ايش في عندك 4 ايادي ايش عنكبوت انت ولا؟ والله ما ادري عنها هذه. جراني مزور اقول لكم ارمي بس الله. خلاص طيب ما يحتاج نهرب، هذا بيتي صح؟ ما انا ما ابغى اهرب، ابغى اظل هنا. هذه قامت هذه ولا ايش؟ قامت من النوم. طيب دقيقة انا قاعد ارمي الاشياء، هي ما قاعد تطلع، ما تطلع الا لما تحول للاعب الضار. فهذا المود تقريبا زي ما اقول لك. اوكي هذا حق الشتجن، خلينا نرجع ننزل تحت ونسوي شتجن. هذا المود زي ما اقول نقدر كذا نستخدم الشتجن بجراني، نقلب الجد كذا على غفله ولا. طب دقيقه يا اخي الان هذا المود يعني بس كذا يعني زي اللعبه العاديه بس اني انا جراني فاهم، ما في اي شيء. دقيقه خلينا نشوف هنا في ترى اشياء مره كذا حاجات كذا تقدر تسويها، ممكن نقدر نرسبن اللاعب ولا شيء. اوكي شباب هذا يعني كذا نقعد نتكلم، اذا ضغطنا هذه كتقعد تتكلم هي. الله يقرف صوتك بس والله العظيم، انا ماني محتمل صوتك، اصير انا جراني اقعد اتكلم بصوت او اي سي يو هنا تقول اي سي يو. لا يا عمي تشوف عينك بس والله، تبغالك نظاره يا عمي قال لك اي سي يو. طيب خلينا نجي هنا ونحط هذا. اوكي حطينا تمام. طيب ليش نهرب برا البيت؟ انا جراني يا اخي. الو اوه دقيقه شباب في جني هنا دي. لا حبيبي هنا في، اعوذ بالله اقطع شكله والله خايف. ابلع واحده ابلع واحده. ايوه ابلع واحده الله العظيم. في هذه كذا لما تموت تقعد تطير كذا ما ادري كيف، ايش شاربه ريد بول ولا والله ما ادري عن هذا. طيب خلينا نفتح هذا.
او هذا اوكي مقفل اوكي. طب يا اخي انت جراني انت مفروض عندك كل هذا تقدر تركب الان سياره تقول. طب دي خلينا نجرب بحاجات ثانيه هنا كمان. طيب لوك ايش لوك؟ الو لا تاخرت وجه بام الكاميرا هذه ولا المهم ايوه لوك اندر بيد. الو اوه ايش صار ايش صار؟ الو ايش في هذه انبطحت كذا؟ ايش في تدريب جيش يعني ولا ما ادري؟ طب هذا مو لوك اندر بيت الله يرضى، هذا قاعد تتمرن ضغط هذا والله. الو حبيبي هذه وين راحت هذه يا طويله العمر؟ وين قلنا لوك اندر بيت؟ ما قلنا تسحفي كذا زي السلحفاه كذا؟ ما يشتغل الموضوع زي كذا. شوف لوك اندر بيت كذا تيجي بعدين كذا تتقدم قدام كذا تقول سونيك ولا ما. اوه هنا جراني فيجن. اوه لا لا خليها اوف والله انعميت يا رجال قال. والله اقول هنا في احمر كذا انعميت خلاص يا عمي. طب دقيقه خلينا نشوف اذا في اي مدال. اوكي اي سي يو لا ما نبغى. اوه بليس تراب اوكي عادي نقدر هنا نحط من. ايش ايدل والله هذا انيميشن كله يعني سوينج بات. ايش سوينج بات هذا؟ تقعد تترقص في تيك توك بعدين؟ لا 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 حبيبي دقيقه خلينا نضغط. اه لا اوكي تصقع وكف كذا اوكي. لا لا طب اي او ابسايد داون. الو حبيبي ايش؟ لا 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 يا ولد لا ارجع ارجع حولت انا من بدري. انت سين ضغطنا هذه خلاص ننهي اللعبه بعدين ولا؟ والله ما ادري اوكي ما بخاطر خلينا نشوف الاشياء الثانيه. اوكي اوه ستاك جراني سبايدر تحول للعنكبوت يعني حق جراني ولا؟ ترى سمعت في مود زي كذا فاذا تبغوا نلعبه اللي هو العنكبوت هذا معروف حق جراني هذا ما ادري كم وظفته كذا تقول سبايدر مان ولا ما ادري عنه او ما ادري سالفه امه هو ولد سلندرين حفيد جراني ما عمي عليها احفاد هذه السلاله كامله خربانه فاهم كذا دي ان اي خربانه والله. ايوه تقدر انك تنقز هنا بس جراني دبه كذا فاهم فهي كويس انها تقدر تتحرك تلاحقك فهل تقدر تنقز كذا ما شاء الله يعني. لا يا اخي كذا تقلب ذا روك ولا خلينا نجرب. الو 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 حبيبي حبيبي ول ول والله ما انا هين ارجع اشوف العضلات هنا فاهم البايسبس هذا والله تضرب حديد يا اعوذ بالله قطعش والله الباب اعطاه واحده كذا تهويشه فاهم. طيب خلينا نجرب نفتح الباب من هنا كمان مقفل زي اللعبه الاصليه. طب خلينا نفتح هنا. اوه تقدر تدخل هنا كمان؟ خلينا نجرب هنا. هي هنا ما تقدر تدخل نهائيا فاهم. طيب اوكي طيب ليش بانيه هنا هذا الشيء والله؟ اوه هنا في غاز هذا حق السياره ما ادري. اوكي خلينا نجيبه الو ايش في كذا حط الغاز في وجهي كذا ايش في هذا بولع في وجهي هذا ولا؟ والله ما حط الغاز في وجهي مو شايف شيء يا طويل العمر. اي شيل الغاز الله. طيب اوكي خلينا نجرب اشياء ثانيه هنا. طيب كلون اوبجكت ايش كلون اوبجكت؟ دقيقه هذا ليكون انه ينسخ كذا ينسخ الاوبجكت كذا مثلا هذا ينسخه بدي كذا اسوي ماب كامل يعني والله ما ادري اوكي هو يعني اسوي نسخ لهنا بعدين اجي هنا واسوي له بيست يعني ايش في هذا؟ هذا صار الواجب حق الجامعه هذا اعوذ بالله يا ساتر ايش في الطاوله قاعد تستحضر جن يعني ولا والله ما ادري. طب دقيقه خلينا نسوي ديستروي مره ثانيه عشان ما نقدر نمشي هنا اوكي حلو جميل. طب يعني ما تقدر تسوي شيء حرفيا. اوه جراني سايز ايش جراني سايز هنا؟ لا حبيبي نكبرها فوق ما هي كبيره حبيبي الله يرحم امك يعني تبغى تدخل هي في القبو والله هذه كيف كذا؟ نقدر نصغرها كمان خليها كذا صرصور كذا ما شاء الله. طب يلا خليها صرصور يلا ها ابن امك تعال يلا. اوه شباب هنا تقربعت الدنيا هنا ايش في جراني معصبه يعني كذا اخذنا مكانها يعني والله ما ادري. طب دقيقه خلينا نجرب نحط سبايدر هنا اعوذ بالله يقطع اعوذ بالله فجع اهلي يقطع شكله اوكي هذا السبايدر كل هذا شيل 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 يا عمي شيل والله ما نبغاه والله يا ساتر والله فجع اهلي فترى انا عندي فوبيا من العناك اعوذ بالله يا عيال هذه هي دقيقه اعطيك واحده العيد دقيقه اعطيك اعوذ بالله ايش فيها كذا كبرت ايش فيها كذا قلبت ناروتو كذا كبرت فجاه كذا اوه موف سبيد نقدر كمان نمشي بسرعه اي والله اوكي اوكي حلو حلو اوه جيف شوتجن جيب شوتجن حبيب ايوه جيب والله فاضيين لك نحن نقعد نبني شدقه جيب شدقه تعال تعال والله وامشي كذا زي سونيك كذا واخترق الجدران اعطيها واحد الحين وينها وين هذه اوه اوكي انا رسبنت واحده بالغلط دقيقه شباب هنا هنا تقدر ترسبن اكثر من جراني دقيقه خلنا نضغط خلنا نرسبن جراني كمان ايوه كذا كذا جيب جيب عبي ام البيت جراني كله فاهم نحن واحده مو متحملين صح يعني بس يلا عبي امه كذا حبيبي 50 جراني فاهم يلا يلا جيب 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 تعال حياكم حياكم اليوم سنغزو العالم ها كثير ناس يبغوا يدخلوا البيت ما نخليهم نحط مليون كلمة سر ها اوكي كلهم مزورات هذيك هي الاصلية دقيقة ابعد 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 بتفاهم معها دقيقة ابعد يا ابعد ارجع تعال 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 يا جراني ايش في ايش عندك؟ لا والله كلهم مزورات طلع والله لا 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 يا شباب ايش لا لا طابور على الحمام يعني لا الحمام بعدين اوكي بعدين حالات الحرجة بعدين ان شاء الله بنتفاهم فيه فيهم شباب اي لا 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 حبيبي اطلع برا البيت الله يشغلكم والله طابور على الحمام ما نبغى مو لهالدرجة هذه الله يرحمه اطلع برا البيت والله العظيم يلا افتح الباب اوكي يلا تعال تعالوا الحقوني لو سمحت تعالوا هنا لو سمحت هم يلحقوني صح؟ يا اخي سيبكم الحمام الله ايش فيكم انتم لهالدرجه يعني ايش ماكلين على الصبح؟ تعالوا هنا يلا اعوذ بالله شباب اي والله اقدر انسخ شو اسمه اوكي اقدر انسخ هذا ايوه من جد اقدر انسخهم حبيبي حذفت الارضيه كامله
شباب ايه خبصت في ابو الماب دقيقه خلينا نحذف السرير اي والله اقدر احذف السرير كامل. ايه مطور اللعبه حبيبي ايش الناس هنا تيدي الله يرحمه قاعد تطور هنا ورا الجدار. طب خلينا نجرب نمشي. اوه ما نقدر نمشي خلاص دقيقه. طب يا اخي ما نقدر اسوي ريسيت الله يرحم امكم احذفوا لي كل الجرانيات اللي هنا والله العظيم ما انا دقيقه والله دقيقه. اوكي فهمت الان ايش يعني انسين يعني اللي هو نهايه اللعبه زي ما توقعت، لكن انا الان قاعد في نهايه اللعبه فاهم. ما شاء الله هذا بيت جرانيا ما شاء الله. اوكي يعني نقدر نطلع كذا من هنا كذا ونمر من عنده كذا سلام عليكم اعوذ بالله. اوكي لا رجعني برا ما عاد صارت صدمه. لا في ثلاثه جراني كمان مو بس اثنين، واحده قاعده هنا واحده قاعده تتلفت زي الحماره والثانيه كمان قاعده تتلفت ما ادري قاعد تدور على جد كذا هو واحد خطفه ولا ما.